الخطا اللي صار يعني ما قال لي. تخيل في مخرج يقول لك لا والله مو انا الغلطان، لا يقول لك انا اتحمل الخطا اللي صار، وهذا خطا يقول يعني قاعد يقول يعني قاعد يقول هذا الخطا انا صراحه يقول يعني انا ما اغفر حق نفسي. يقول ليش؟ لانه وقت الماستر لما يطلع التسجيل المسلسل كامل يقول انا ما حضرت الماستر، يقول خلاص انا سلمت انه يطلع من الماستر انه في شخص تحته هو اللي يشيك انه ماكو شيء هذا. يقول الماستر لما طلع من تقريبا 7 مشاهد محذوفه رجع حطهم بالمسلسل. الخلل منه وهو قال اعترف. يعني قال لك ان الماستر لما طلع هو ما شيك على الماستر. وتدري ايش؟ 3 ايام يطالع المسلسل كامل من بدايته لنهايته. وحمود اكبر غلط المخرج اذا سواه لما مثل الان اخرج عمل كامل. الحين وقت شنو؟ المونتاج. اذا المخرج ما قاعد مع المونتاج هني اكبر غلطه. لازم تكون متفاهم مع المونتاج، يعني يمكن في لقطات انا كمخرج تعجبني المونتاج ما يفهم فيها. يعني في يعني كم مخرج تكلمه في كم قناه من يعني كم قناة من الكويت يقول مثلا انا كمخرج اخرجت العمل اوكي ما لي خلق اقعد مع المونتاج عندي ضغط، فاعطيه حق المونتاج. المونتاج اكيد عنده نظره فكره غير عن اللي انا ابي اوصلها، عرف؟ فلازم ان المخرج يتابع العمل من الالف للياء. يعني حمود صدق انت لو بس نبي نحط اللوم على المخرج، ترى المخرج يعني فكره اخراجي داخل العمل نفسه عشان يبرز صوره الطبيعه وصوره الممثل وشلون طريقته وشلون بكيته وشلون حركته وطريقه الكلام هذا، لكن في ناس تحت مساعدينه. انا احط اللوم على المساعدين لان هم هذيلي اللي تحت اللي يعني المفروض انهم ما قاعد يسوون شيء وقت العمل، هم اللي انا احملهم اللوم اكثر من المخرج. لان المخرج يكون تركيزه صدقني حمود والله باللوكيشن. يعني انا امس لا تشوف يعني امس كانوا بلوكيشن سوق شرق والجو يعني قاعد تشوف امس يعني حراره مكان والله تقول كنا ماكينه طياره بالجو وقاعد تنفخ عليك هواء حار من كثر ما الجو حار، وقاعد يصورون بسوق شرق خارجي ويعطيهم الف عافيه. يعني صراحه الفنانه ملك شفتها يعني ويا الفنانه امل عوضي وهذيلي كان عندهم مشاهد خارجيه يعني ما قالوا لا ولا هذا، وشفتهم قاعد يصورون عادي وبالعكس يعني. فشيء جميل ان انت تشوفهم يعني ان التعب والجو ما قاعد يساعدهم هذا وقاعد يصورون عمل حق ان شاء الله عشان النتيجة حلوة يكون يعني العمل مبدع صراحه. بس حمود كمشاهد عادي على طول يبي يلوم منه المخرج، يعني يمكن ما يفهم باشياء التقنيه مالت الاخراج ومساعد اخراج. فكلام طويل على الاخراج راح اتكلم عليه بحلقه ونقابل مخرجين. فنطلع فاصل ورد لكم. لا لا بعد تعال طبعا ردينا لكم اكيد من بعد الفاصل، ومثل ما عودناكم اللي قاعد يتابعونا بالتويتر بالفيسبوك اليوم ضيفتنا راح تكون مميزه جدا. ضيفتنا هي يعني نجمه وستار قبل لا تطلع ويانا وعلى شاشه الشاهد وقبل لا تطلع على برنامج صوت السهاره، هي ممثله اساسا وفنانه، واليوم راح تكون ويانا ضيفتنا اكيد اللي هي المذيعه المخضرمه الجميله الكتكوته. شوف اعطونا شوف يعني واللي يعني صاحبه الابتسامه الرائعه جدا 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 اكيد يعني نور. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. الله يسلمك. حاسه ان انت مرتبكه وشي، انت من العاده انت اللي تربكين العالم وانت اللي تصدمينهم على المسرح. عادي احب ارحب فيكم طبعا، انتم ربعي يعني، انا حاسه اني مو ضيفه هني وياكم، اسرار وحمود واشكر مخرجة البرنامج. برنامج لا انا عادي ترى دي قطيتي بس لي عادي. شريفه وبس. المعده فطوم. المعده فطوم طبعا هي جايبتني هني. طبعا احنا نرحب فيك حبيبتي، واحنا مستانسين بوجودك هني لان احنا استضفنا كل اللي يعني المتسابقين بصوت السهاره. ايه فنبيت يعني انت كنك انت الليدر عرفتين انت اللي ماسكتهم، فاحنا نبي نستفسر نسال من عندك عليهم، نبي نعرف شنو اللي يصير عندكم بصوت السهاره، شنو يعني انا شفت طبعا قبل لا اقول لك شنو شفت، انا ابي محمد اول شيء ارحب فيك عشان اقول لك اللي ابي. مثل ما قالت هي طبعا مو ضيفه، هي واحده منا وفينا زميلتنا واختنا. هي بنت الشاهد. بنت الشاهد يعني قناه الشاهد يعني كلنا بيت واحد. فشيء مغرب يعني الحلو اليوم ان بضيفتنا ان راح ناخذ راحتنا بالاسئله انها نمون عليها. اي اخذوا راحتنا. والله عينك علينا. زين نور انا بدي اسالك سؤال، لاحظته انا شفت اول برايم ما صوت ساره وشفت يمكن مو ثاني برايم ولا ثالث برايم يعني اللي بالنص. شفت فرق كبير عادي يعني لا تزعلين. لا اكيد قولي. شفت فرق كبير بين اول شيء بين يعني بنص الحلقات. اي شلون كذي قدرتي يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك
تنطين هالنطه هذه، انه اول برايم يعني ما كنت يعني مثلا متمكنه، ما كانوا يعني فيك انه عرفتي شلون تربكينهم؟ اي لا عادي كنتي عادي يعني وايد كنتي جامده. بالبرايمات الثانيه شفتك ما شاء الله نطيتي، كانت لابسه شو اسمه جوتي مايكل جوردن في ماله شغل. اوكي شلون نطيتي؟ نبيك تقولي لي شلون نطه هذه صارت. هو مجرد ما يعني تاخذين على المكان اوكي الجو يساعدك والناس يساعدونك واللجنه والجمهور والمتسابقين وكل الموجودين. انا اول يوم كنت وايد خايفه لان اول مره اطلع هوا، يعني اوكي قدمت قبل بس تسجيل مو هوا، ففي وايد ديفرنس بين التسجيل وبين الهوا، كنت وايد خايفه وجمهور ومشاهدين. بس انت ما كان مبين عليك نور، يعني انت بالحلقه الاولى ما كان مبين عليك لا الرهبه مو ولا مبين الخوف. خارجيا بس من داخل انا كنت ميتة. بس ما شاء الله عليك كنت مبدعه من الطله الاولى. احنا ما قاعد نطبل لك ولا هذا، كنت من الطله الاولى مبدعه، اثبتي وجودك بالحلقه الاولى. الحلقه الثانيه انت فوق الممتازه، الحلقه الثالثه انت صرتي يعني ملكه الحلقه بكبرها كلها. يمكن ما الواحد يعني احنا ما قاعد نطبل بس هذا الواقع، ما شاء الله عليك قدرتي ان انت تجذبين المشاهد وحتى اللجنه واللي قاعدين حتى اللي قاعد يرقصون اساسا. اللي خلصت الحلقه يركضون على نور بس يبون يصورون يمها، وهذا طبعا انسي ما نخليهم يصورون حمود قايم بالواجب زين. بس الحين انا بطلع شوي عن الموضوع النطه لان انت ما شاء الله عليك مذيعه بمعنى الكلمه وانا اشهد لك ما 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 عندنا تطبيق. لكن في شيء بقول لك اياه، شنو رايك بالحين اللي وصلوا حق الفاينل يعني النهائي؟ ومنو وشنو انت رايك منو اللي قاعد تشوفينه؟ يعني مثلا منو تتصورين او منو تتخيلين ان الشخص اللي راح ياخذ برنامج صوت السهره؟ شوف أحساس. هو اي احد وصل لهالمرحله الفاينل هو يعني سوى شيء وايد زين يعتبر نجم. انا بالنسبه لي كلهم زينين، بس مثلا شخص معين تحسين انه احساس؟ لا هو ما في احساس لانه مع كل بروفا كل واحد يتحسن فما تدري. زين ليش يعني انا عندي احساس حمد شرايين هو راح ياخذ البرنامج؟ ما ادري، هو حمد صوته ما شاء الله وايد حلو فظيع ما شاء الله، وعمره صغير ومتمكن من صوته، وحتى لوك التلفزيوني وايد حلو وسمايله وضحكته وشي هذا، وغير هذا عنده نسبه تصويت وايد كبيره ما شاء الله عليه. يعني الله يعني لو تلاحظين يعني ان كلنا هذا، وفي الثاني احمد سليمان التركي، وفي عندك علي بن حيدر، وايد زينين. انا قاعد اقول لك وايد زينين، الموضوع كله يعني يتوقف على تصويت المشاهدين عرفت؟ لان إيه احنا عندنا هني لجنه الحكم تعطي النسب اللي هي 30% بس عرفت؟ يعني مو بيدهم شيء لجنه الحكم، وهم ودهم يعطون كلهم فل يعني على قولتهم الفول مارك، بس 30% و70 بيد المشاهدين. انزين اوكي، انت مع ان تصويت لجنه الحكم ان لو يعني ذيك اليوم كان عندنا ضيف علي بن حيدر قال ان انا لو يا ريت لو لجنه الحكم هي اللي تعطي النسبة يعني 80% زين، ونبي بس التصويت ما يكون يعني هذا نسبة بسيطة. انت مع ولا ضد؟ انا صراحة ضد، انا ضد مع التصويت هو اللي انا ضد، لان المشاهدين لازم يكون لهم نسبة وايد كبيرة في التصويت. اللجنة تقول رايهم بس، يقولون رايهم يعلقون يعطون نسب، يعني اللجنة ماخذة حقها وايد عرفت؟ يعطي تصحيح مثلا إيه؟ انت عندك مشكلة بالاسبوع هذا كذي تعدل ملاحظات مثلا إيه؟ انه ليش انت سويت كذي طلعت كذي، بس انه بس اي زين. صوت السهارة جيتي دشيتي فيه وانت ما كنتي يعني تدرين ان انت راح تدشين بلوك غير عن اللوكات اللي انت طلعتي فيها. لوك طبعا البنت اللي قاعدة دوالية مجلس يعني. شغل جلسات وناسة شغل هذا قاعدة خليجية واللبس اللوك خليجي يعني 100% زين. فشنو صار شو صار معك وشون انت يعني قبلتي الموضوع هذا؟ ما ترددتي او خفتي؟ ما ترددت لانه شيء جديد، اذا انت داش هالمجال لازم تجرب كل شيء، ما يصير تمشي على لاين محدد عشان ما حد يبلغ. اي فكان يعني ما ادري ايش اقول لك، هو صدق يعني كان في شوي سلبيات بهالموضوع، ان انا لما اطلع برا الناس ما يعرفوني، شكلي وايد غير. هو جاي كلام عليك هنا يعني حمود، يعني وايد ناس كلموا اوكي، يعني مع احترامي حقك يعني اثبتي وجودك بالبرنامج. برنامج السهره الاول حمود حقق ارباح كثيره يعني والكل شهد له. صار السهره الثاني الكل يدرس استعدادات اكبر من صوت السهاره الاول، لان خلاص لان انت الاول مهد حق الثاني ان الناس في سؤال يعني حمود يعني في ضيوف طبعا مطربين امثال خالد الملا يعني اضافه حق البرنامج صح اوكي أكيد. بس نوايا الناس يقولون ان يعني برنامج صوت السهاره الثاني توقعوا راح يجي مذيع صاحب تاريخ اعلامي كبير دام برنامج مفروض عليه الكم الهائل من الفلوس اوكي
مره واحده انصدموا الناس ان المذيعه نور تقدم هالبرنامج. يعني هذا كلام الناس عن انقله. لا لا انا تبي الصدق حمود، انا من عندي ان شيء جميل ان مذيعه تكون جديده ها وتثبت وجودها من الحلقه الثانيه، ان هي بالحلقه الاولى هي طبعا كانت يعني نفس ما هي قالت خوف بس هو ما كان مبين عليها، من الحلقه الثانيه ان هي قدها وقعدت وعطت يعني عطت يعني فرشت كل ما عندها من قوه ان هي تكون مسيطره على المكان ومع اللجنه ومع الشباب المشتركين ومع الفنانين. يعني هذا صراحه عندي انا احسن من ما انا اجيب ستار يعني وممكن حتى يكون يتفقق ويسوي وهذا، لكن هي ما شاء الله عليها هي صنعت ستار من نفسها بهالبرنامج هذا وسوت شيء حلو صراحه. انا ما قاعد اجاوب، انا ابي على السؤال بس ابي اكمل، من اختارك بهالبرنامج؟ يعني صدمه مره واحده، يعني مو قاعد اقلل من قدرك، لا مره واحده الفنانه او المذيعه نور هي تقدم هالبرنامج، يعني كل اتوقع انه راح يصير مذيع رحيم مذيع تاريخ اعلامي كبير صاحب اسم كبير بالساحه، وعلى فكره تغير المذيع يعني اكثر من يعني 20 مره. يعني توقعت مثلا اقول لك شيء، يعني انت الحين منصدم، انا منصدمه اكثر منك. يعني انا اوكي سمعت الكلام انت من قبل؟ لا مو سمعت الكلام، انا انصدمت يوم كلموني انت مذيعه الشاهد. انزين انتم ما تدرون انا شنو قدراتي، انا ما اقدر على الهواء. يعني انا كنت خايفه، ما اقول ان انا راح اطلع على الهواء واكسر الدنيا، لا انا ليوم الهواء انا كنت متردده لدرجة إن أبوي كان مكلم المخرج أستاذ محمد حداد روبرت، وجه له أكيد أحلى تحية لي. أكيد يقول له طلع وياها أحد، البنية راح تطيح، ولا مصر أبيها بروحها. فكان في نوع من أنواع التحدي، عرفت، بين أبوي وبين المخرج، وأنا كنت وايد خايفة، كان في رعب. وصلنا في جمهور قدامك. أنا هذا كان خوفي من الجمهور. نور دامنك صار في تحدي بين أبوك والمخرج، منو اللي كسب الرهان؟ المخرج. أقول هالكلام وأبوي يعني بنفس اليوم. يعني هذا دليل إن مخرجنا محمد الحداد عنده نظرة ريفيت، يعني عنده نظرة خطيرة جدا مبعدية، إنه يعرف إن الشخص هذا اللي قدامه يقدر ولا ما يقدر. أنا أؤمن بهالشيء لأنه بنفس اليوم أبوي جاء التلفزيون وقال له أنت سويت اللي براسك وفزت، يعني أنت فزت بهالشيء التحدي. ما كان في رهان شيء على فلوس على أكله على طبخ. هذا بينهم بين بعض ما قالوا. تدرين؟ بعدين ترى والله جد يعني أنا أحس إن اليوم متواعدين مع بعض بتجيبون شيء تطلعون لابسين تايجر. لا زيبرا. حمود أنا لا مو زيبرا مو زيبرا. تايجر بس أسود. لا هي تايجر. بيناتكم تايجر. المهم إن أبيض وأسود. ما علينا شو لابسين. أنا عندي أبيض والأسود والأحمر زيبرا. المهم اللي كنت بقوله إنه أنا يعني كوجهة نظري عندي لما يكون صوت سهارة تقديم بنية أحسن من تقديم صبي، لأن تكون شاذة بينهم. يعني شلون تكون قاعدة بينهم، يعني يكون هني يكون في شباب مثلا واللي يرقصون واللي يغنون واللي يعني اللي يغني والبنات الموجودين والبنات. لما تكون مذيعة قاعدة بالنص ولابسة اللبس هذا الخليجي مع الفول ميك اب والتسارح، هو انا اقول لك يا بكل صراحه انا ما حبيت شكل نور بالمكياج نهائيا. انا عندي نور كذي وايد احلى وايد. انا اصريت ان اليوم اطلع من غير مكياج عشان الناس يشوفوني صدق. اقول لك يشوفوني برا ما يعرفوني، إن لأنه صدق ترى وايد غير شيء، لانه يضطرون يسوون لك ميك اب خليجي عشان تطلعين هو حلو خليجي. حلو مو ميك اب الغابه اللي احنا نسميه الجنجل اللي يقول لك جنجل انه هو اوفر، بس حلو عليها. بس انه لازم البرنامج يعني في لازم البرنامج يبي كذي، ونور رضت بكذي. بس نور انا عندي بدون ميك اب احلى. بس اللي بوصل لكم اياه مو انه احلى ولا مو احلى، اللي بوصل لكم اياه انه قاعده البنيه لما تكون بنيه بسن ال 20 21 22 انزين هو هذا اللي يكون اي يعني انا قصدي انت صغيره عمرك ولا ما عمري عمر الزهور انا ادري بس صغيرة. تقدرين تقولين ولا ما يصير يعني ناقصني نفضح الهواء. المهم ان نور يعني للحين حتى ما دشت العشرين وانه توها يعني، فحلو ان البنيه بين هالعمر يعني حتى ما تصير يعني فوق ال 23 ولا 22 قاعده انه برنامج كذي. لان لما اقعد وحده مثلا عوده وين احس بالمتعه لما اشوف يعني احنا البنات لما نطالع برامج مثلا، لما نطالع مثلا حليمه ما نطالع برنامج حليمه، احنا نطالع حليمه شلون صار شكلها؟ شلون لابسه؟ شلون شعرها؟ نطالع مثلا جويله بام بي سي، شلون لابسه؟ شلون تتكلم؟ شلون مسويه وجهها؟ شلون لون شعرها؟ اي بس اسرار سوري اصلا انت طلعتي كذي على الموضوع عشان الحين جويله وحليمه وهذا لا تقاطع اي ابي ما قاعد اقاطعك، انت شوف ايش سويتي؟ طمرتي طمره انه لان ابي اوصل شغله هي نبي نقول ان هي مذيعه قبل لا تكون طلعتها جميله. اي انا خل اخلص بعدين انت افهم اللي انا بقوله. قاعدة البنية الصغيرة لما تكون قاعدة تجذب أكثر
اكثر عشان انت تستوعب عشان تقدر شعر تجذب اكثر من ان انا اكون قاعده وحده كبيره او صبي، لان احنا لما بنطالع المشتركين انا صراحه اطالع المشترك